أخيرا أزل الستار على أزمة احتجاز بعث النادي الأهلي في مالي بعد سماح السلطات المالية بفتح المجال الجوي، لتعود البعثة إلى أرض الوطن بسلام بعد أن عاشوا أياما عصيبة على صوت طلقات الرصاص المتتالية التي كانت مصدر القلق الدائم لهم. عدسة نايت شو تابعت الموقف لحظة بلحظة من القاعدة الشرقية بالمطار الحربي إلى أن وصلت البعثة بسلامة الله إلى منازلهم. الحمد لله، يعني كلها ابتلاءات، لكن الحمد لله عندنا يعني قدرة على الصبر، وعندنا جلد لعيبة يعني على مستوى المسؤولية. يمكن عشان الضغط العصبي اللي مرينا بيه قبل الإجهاد البدني، يعني يدينا أجازة 48 ساعة، الخواجة إدى 48 ساعة، ونستأنف التدريب إن شاء الله الحد صباحا، وربنا يوفق في المباراة القادمة، وبعدها بقى إن شاء الله تنصلح الأحوال. يعني رينا فترة صعبة جدا الأيام اللي فاتت دي، النادي الأهلي بالذات بيمر بظروف غريبة شوية من نوعها، بس الحمد لله يمكن حصل انقلاب هناك في المالي واحنا موجودين، وكان برضه المرة كلها حوالينا في الفندق، وأيام صعبة طبعا، يعني أنت المفروض أنت رايح تلعب كورة مش رايح تحارب، فلينا أجواء يمكن أصعب من اللي في مصر كمان شوية. الحمد لله إن احنا رجعنا وإحنا تمام الحمد لله، يعني رجعت بشكل كويس، فنروح نريح وهنبدأ إن شاء الله من أول وجديد تاني. الحمد لله زي ما أنت شايف الفرقة كلها رجعة الحمد لله بسلامة، وده اللي احنا مطلوب ان احنا نوصل مصر بالسلامه، كنا بنتمنى ان احنا نرجع من مالي باي طريقه، وده اللي حصل الحمد لله. الحمد لله طبعا سلامه الناس كلها اللي كانت موجوده هناك، ما فيش طبعا، يمكن مر زي ما كله بيقول يعني ان احنا عشت 3 ايام يعني كان فيهم قلق، لكن الحمد لله يمكن ربنا تعالى خير، والدنيا يعني قدرت ان هي تمشي بشكل كويس، ما كانش فيه يعني خطوره الا هي الحمد لله ان ادت الى خطوره علينا يعني، فالحمد لله هرجعنا بالسلامه. يعني الناس كلها متاثره جدا هناك بالوضع طبعا اللي كان حاصل، معظم اللعيبه ما شافتش الجو زي اللي احنا كنا فيه ده، وتوتر وقلق وخوف، وبالليل بنسمع ضرب نار، وبتسمع ان المطار مقفول مش هيتفتح بعد اسبوع، ما كناش جايين طبعا مستعدين ان حاجه زي كده ممكن تحصل، ف الحمد لله طبعا احنا رجعنا بالسلامه، واللعيبه كلها رجعت بسلامه الحمد لله. بقول لها الحمد لله ان احنا رجعنا بالسلامه اول حاجه، طبعا عشنا 3 ايام صعبين جدا، بقول الحمد لله والحمد لله على كل